يا خالق الأكوان يا منزل القرآن زدني من الإيمان الله يا الله يا خالق الأكوان يا منزل القرآن يا خالق الأكوان يا منزل القرآن زدني من الإيمان الله يا الله 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 واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تهتدون